بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات العلوم الصحية بجامعة الملك خالد، النهاردة نتكلم على الـ Processing of RNA. RNA Processing يعني معالجة الـ RNA. كلمة معالجة RNA معناها أنك تحول الـ mRNA اللي هو الـ Immature اللي هو الغير ناضج، تحوله إلى Mature mRNA. يعني انت اول ما يحصل عملية ترانسكريبشن ويتكون الـ mRNA بيبقى نسخة غير ناضجة او غير مكتملة، ليست في الصورة النهائية. بيسموها في الحالة دي immature mRNA او pre-mRNA، او ساعات يسموها primary mRNA الابتدائي او الاساسي. وبالتالي لازم يحصل له عملية processing معالجة before leaving the nucleus، يعني قبل ما يسيب النواة. يبقى ايه عملية الـ RNA processing؟ الـ RNA processing الوقت هو تحويل الـ pre-mRNA الى mRNA، طبعا تحدث داخل النواة. الـ processing mRNA DNA في البداية خالص بيحتوي على الـ exons and الـ introns. يعني لو انا قلت لك ان ده الـ DNA، او اللي هو احنا اتفقنا يبقى فيه definite portion من الـ DNA بيسموه في الحالة دي جين. لما تعمل عملية ترانسكريبشن للجين ده، نسخ للجين ده، يقوم يديك mRNA ناضج غير ناضج، mRNA immature mRNA في الحالة دي بيسموه pre mRNA. ليه؟ because DNA contains the exon and the introns. يعني في الحالة دي بعد عملية ترانسكريبشن على طول بيبقى نسخة تبقى الأصل منين؟ من الـ DNA. يبقى فيه exon وفيه introns الأجزاء دي. الانترونز يسموها non-coding part اللي هي الأجزاء الغير مشفرة أو اللي هي haven't information، ما فيش فيها معلومات. والexon اللي هو بسموها encoding part اللي هو expressed part اللي جاي من exon، يعني expressed يعني معبر عنها، يعني دي اللي هي have information، دي اللي فيها المعلومات الوراثية. وبالتالي انت لازم تعمل عملية ترانسكريبشن. الترانسكريبشن ده عملية كومبلمنتري، عملية تكامل، الـ A مع الـ U، الـ U مع الـ A، الـ C مع الـ G، الـ G مع الـ C، and so on. طيب لما يحصل عملية كومبلمنتري يعني عملية ترانسكريبشن، يبقى عندك exact copy from the DNA، ده بادئ بـ 3 prime 5 prime، يبقى أنا عندي الناتج يبقى عندك إيه 5 prime 3 prime exon تدي exon والانترون تدي انترون and so on. في الحالة دي ده immature، ده غير ناضج، ده بسموه الابتدائي البري او البرايمري mRNA. لازم له عملية ايه؟ processing، معالجة. before mRNA leaves the nucleus يبقى لازم تحصل قبل ما يسيب النواة، لازم ال introns are excised او removed so that only the exons are expressed. وفي الحالة دي يبقى عندك بس في ال mRNA، يبقى في عندك ال exon فقط. يبقى ده معنى البروسيسنج اوف ام ار ان ايه، انك انت تتخلص من الانترونز الموجوده بحيث ان يبقى فاضل عندك بس الاجزاء اللي ليها معنى في الرساله، عشان الرساله ما تبقاش طويله. لا، الرساله لازم تكون كونسايز وبريسايز، لازم تكون محدده ودقيقه وقصيره. طيب عمليه البروسيسنج بتتم في كم خطوه؟ في 3 ستيبس. نمبر 1 الكابينج، بدايه الرساله اد الكاب، وطبعا بتضيفها في الـ 5 برايم. نمبر 2، الستيب نمبر 2، تعمل عملية اكسيجن قص الانترونز اند سبليسنج الاكزون، يعني تقص الانترونز وتعمل لصق للاكزونز مع بعضها. يبقى الخطوة الأولانية عملنا الكاب في الـ 5 برايم، الخطوة الثانية عملنا اكسيجن للانترون وعملنا سبليسنج للاكزون مع بعضها. الخطوة رقم 3 اللي هي البولي ادينيليشن او اضافه اللونج تشين اوف ادينين ان ذا تيل، في التيل. وبالتالي يبقى عندك الرساله ليها هيد وعندك ليها ايه ذيل، وفي الاخر خالص او في النص تلاقي فيه ايه الاكزونز المختلفه على حسب الجين. مثلا عندنا هنا 3 اكزون، ممكن اي جين مختلف النمبر بتاع الاكزونز المختلفه بالنسبه لاي جين. لما يبقى عندك الوقت الـ mRNA أصبح 5 برايم فيه الكاب وفيه إكزونز فقط
وفي التيل اللي هو البول ادينيليشن، يبقى ده في الحالة دي بقى عندك ام ار ان اي يعني اصبح ماتور، ده الناضج. في الحالة دي يحصل له ايه؟ موف تو ذا سيتوسول، يتحرك للسيتوبلازم عشان يحصل له ترانسليشن فين؟ في السيتوبلازم، بواسطة مين؟ بواسطة الريبوسوم. يبقى again the processing of mRNA, pre-mRNA contains the exon and intron, exact copy of DNA. صح، او ده DNA. لما تيجي تبص على pre-mRNA هتلاقي exon exon intron intron، يبقى ده exact copy. after transcription يبقى ده primary mRNA. the mRNA contains the exon only، يبقى لما يبقى ناضج في الاخر خالص يبقى لازم هيبقى محتوي على الانترون والاكزونز. no, it contains only the exons after the removal of the entrance. طيب اللي يعمل لك عملية القص واللزق ده بروتين اسمه سبليسيوسوم، والسبليسيوسوم ده عبارة عن RNA وعبارة عن بروتين مع بعض، ده مركب كده مع بعضه معقد، بيسموه سبليسيوسوم، بيقص ويلزق، يقص الايه؟ الانترنز، ويعمل بايدنج او يعمل ليجيشن يعني لصق، يلحم الايه الاكزونز مع بعضها، او تخلص من الانترونز وبقى فاضل عنده بس الايه الاكزونز. طيب بقول لك في الار ان اي، والار ان اي في الحاله دي اكت از انزيم، عشان كده بسموه ريبوزايم. طيب what is the function of the interns؟ ايه هو فايده الانترونز طالما ان هي نون كودنج، ما فيش فيها معلومات وملهاش دور؟ يعني ليه فايدتها؟ قال لك الفايده مهمه جدا. انترونز allow alternative splicing، يبقى الانترونز اللي موجوده دي بتديك تسمح بايه؟ alternative splicing، يعني انك ايه تعمل عمليه لصق متبادل، او في تبادل وتوفيق. يعني ممكن ايه لو عندك الاكزون واحد واكزون اتنين واكزون ثلاثة، لما تشيل الانترونز هنا ممكن تعمل عمليه لصق للاكزون رقم ثلاثة مع الاكزون رقم واحد، او الاكزون رقم 2 مع الاكزون رقم 3 بعد رقم 3، ففي عندك alternative splicing، ففي تباديل وتوفيق للاكزون مع بعضها. طب ايه فايدة انك تعيد ترتيب الاكزونز المختلفة دي؟ therefore the production of different versions of mature mRNA from the same gene. انا عندي نفس الجين هو في البداية خالص، الناتج بتاعه ممكن يبقى مثلا لو قلت الاكزون رمزت لها برمز E1 E2 E3، ممكن يبقى عندك الاكزون بالشكل ده A1 A2 A3، لا ده ممكن يبقى عندك حاجة تانية A1 A3 A2 and so on. يبقى انا الوقت عندي ايه different version of the mature mRNA from the same message او the same gene. يبقى انا عندي الجين وقت يدالك اكتر من mRNA، وبالتالي يبقى المردود بتاعه او الناتج بتاعه برضه هيبقى مختلف، وده فايدة الانترونز في الخلية. يبقى البروسيسنج ده عملية سبليسنج اوكي باي كومبلكس كومبوزد، هو المركب المعقد قلنا عليه عبارة عن RNA وبروتين بيسموه السبليسيو سوم. RNA is in this case is act as the enzyme, so it is called ribozyme. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.